تمام. لهالوصفة بنحتاج كيلو من الطحين ما يعادل 7 أكواب، نص كوب سكر بودرة، نص كوب حليب بودرة، نص ملعقة صغيرة مسكة، معلقة كبيرة محلب مطحون، معلقتين كبار سمسم محمص، معلقتين كبار حبة البركة، ورشة ملح، كوبين من السمنة، نص كوب زيت نباتي، ولازم الدهون تكون دافية مش سخنة. افركهم سوا كتير منيح. بنحتاج معلقة صغيرة خميرة، معلقة كبيرة سكر، مع كوب وربع مية دافية. بتركهم 5 دقايق وبنزل المية على مراحل وبعجن لحتى تتشكل معي عجينة لينة. بغطي العجينة وبتركها ترتاح أقل شي ساعتين، بعدين بقسمها ل5 أقسام. بنحتاج كيلو من التمر مع سمنة وشومر ينسون وقرفة. قسمت العجينة ل5 أقسام، رفيتهم رولات بسكل أطراف كتير منيح وبنمدها، وللوجه دهنته بالقطر البارد، لفيته بالسمسم وقطعته، حطيتهم بالفرن على حرارة 180 النار من أسفل، وبس يتحمر وبشغل الشواية لياخدوا لون ذهبي. جربوها وكل عام وانتم بألف خير.